تدخلت في حدود الساعة منتصف الليل و45 دقيقة وحدتنا العملية من أجل انحراف قطار، وتحديدا 4 سهاريج محملة بمادة البنزين، وذلك على مستوى حي عرعار بالمدخل الشمالي لمدينة باتنا. وقد سخرت مصالحنا كل إمكانياتها المادية والبشرية، من ذلك 6 آليات تدخل من بينها 4 شاحنات إطفاء متعددة المهام، سيارة إسعاف وسيارة إنارة بمجموع 14 عون تدخل. ولحد الساعة لا تزال عملية الحراسة مستمرة من طرف عناصر تفاديا لأي حادث جانبي. الحمد لله لم تكن هناك تسجيل لخسائر بشرية في هذا الحادث. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.